بارك الله. هذه الضربه هذه نقولوا للشبيبه باللي نقولوا اصل احنا في واحد المدح نقولوا اصل الوالدين يبقى مبهدلشين يخسر في الدارين في الاخيره املو خاسر وما ثبتش باليقين مسخوط ما جايب خبر يويح اللي اصاب باه يويح ما يرجاه وربي والله ما يقفر يلي ضرب طباك وكره طباك ربي ما يرضاك والله ما تسيب سلاك لو كانت تحج وتزورنا بالطهر الأم مغبونة وليبدا يخوفوه وتقول يا رؤوف يا ربي راك تشوف وليدي يغبني بالياسر ندعي بالمكشوف وين مشى وجاه صفر معناها لو كان الوالدين يدعوا على الولد راهم يكسروه وربي وصى الوالدين في 14 آية في الكتاب احنا كنا دائما نجيبوا واحد المديح للوالدين وصدقني الجمهور الجزائري كله ذواق في القصائد نتاع الوالدين الملحون خاصة شأن لأن عبرة عبرة ودرس عبرة ودرس ورسالة عند ربي قدوة متغية ما رسالة هذه لو كان الفنان هذا يهدي رب العالمين ما يكونش طامع في شي حوايج ولا صالح ولا في شهرة ولا في درهم يتكل على ربي والرسالة تكون مضمونة عند ربي سبحانه بارك الله فيك الشيخ بشيفتك عندك يعني عدة مزايا راني نشوف فيك وعدة معاني للأغنية البدوية والشعر الملحون الشيخ انتهى في ساعة الثورة يعني كانوا الثوار وكان يعني الشعب كان مجاهد أنا ذاك نعم. كانوا انتهى ما قرأين الشيخ بالعورة وعدة شيوخ اللي هم ماتوا الله يرحمهم واللي حير الهج عربي طول في عمارهم يعني كذا الشيخ كانوا يؤدوا ذيك الرسالة والله شوف ذاك نقول لك كيف وشوف ذاك أعطيني ذاك الله لهم شو نمثل لك نعطيك مثلة مثال احنا كرانا نعدوا في هذه الحصه هذه باش يشوفوها الناس ماشي جينا على جن نحشموا ولا ما نديروش حوايج لا نديروا احنا لازم نخدموا خدمتنا رساله هذه خدمتنا احنا رانا نخدموا فيها نصوا رساله لما راه سقساني شي عبد القادر وقال لي واش الدور اللي لعبوا المداح في ساعه الثوره الجزائريه المباراه الجزائريه المباراه كان واحد المداح يقولوا له البوسليماني هذا البوسليماني من ولايه السمسيت كي تقول خدم المجاهدين خدم خدمه جباره كان يكذب القلال نتاع اودي الحلقه والكلمه ما بينه وبين الجنود يقول لهم النهار اللي نعرف باللي فرنسا دخلت هنايا للساحه نتاع الولايه راه الكلمه بيناتنا هذه هي قال يبدا يقول راني نمدح ونغني راني نمدح ونغني راه هديك تامني راني نشبه له الريس قال لي قستو في الديس يقول لهم منين قلت قال لي قستو في الديس عرفوا باللي فرنسا راه جايه تحوز بيا وهربوا ولا دبروا كيفاه ديروا تجي فرنسا تحوز بي واحد الجندي في الفلاقه فلاقه راه منها بالسوق وتحتصر السوق وين يهرب هذاك الجندي يجي طول يهرب عند المداح عند المداح يخلي اصحاب الغلم يخلي اصحاب البقر اصحاب الخضره اصحاب الشيفون القهاوي الريستورات كذا ما يروح لهمش ايوا شويا خاطر كون يروح يقبضوه وين يجي الحلقه نتاع المداح حلقه تاع المداح كي يدخل للمداح واش يدير له المداح يدير له العمامه كيما راه هكا سعيد هكا يدير له العمامه فوق الراس تاعو هيا وجي فرنسا ترقب عليه في الحلقه يقول له انت واش كدير هنا يقول لهم انا راني داير حلقه هنايا وانا انسان شونتار هكا مغني وصالح يقول له ورانا نحوس لواحد في الله قال مشتوش يقول له مودينا عندي غيك صاصبان تاعو عندي سي بن عنان وعندي سعيد وهذاك هو الجندي هذاك هو الجندي قول لهم هذا قصاب هذا قصاب ميزيشيا مريقل يقول له ذا قوري النعوي ويروح يخليه يمنعوا منين تروح فرنسا تخرج كيما هكا يدي عليه الامامه نتاعو ويقول له سال على خالتك اللي تنا في الجبل وتبقى على خير وتحيا الجزائر بارك الله فيك شيخ ربي يبارك فيك واليوم الوقت اللي رانا فيها سي عبد القادر صباح المداح الثقافه الجزائريه ما تخزروش هذه ثاني سي عبد القادر في حصص نبههم شويه دوك نتكلموا عليه هذا المداح يرجعوا ليه شويه لانه شارك شيخ انا راني في كل اسمح لي شارك في الثوره الجزائريه المداح راه نبهني الشيخ بالعوره سقري انا في كل حصه تاعي في كل روبورتاج اللي نديروا مع الشيوخ والشعراء والمغنيين الا ونعاتب وزاره الثقافه انا دائما هذا القناه بن عبد القادر لازم تسمح لنا نتكلموا والله غالب اني عاتبوا وزاره الثقافه الشيخ كاين الوزير انذاك اعطى تعليمه وزاريه
للمديريه الثقافه على مستوى الوطن، يعني قال عاونوا الشيوخ، عاونوا اللي ادي الرساله تاع الاغنيه البدويه للمدن. ولكن كاين بعض يعني الممثلات الممثلين تاع الفرق هذو، الشيخ كاين بعض الممثلين اللي ما عندهمش جمعيات ما يوصلوش لمدير الثقافة، ما يوصلوش، هو ما يوصلش. أنا مدير الثقافة ما تديش بيه اللي كاين، كما نقولوا مثال في السوقر كاين الشيخ بالعورة عنده جمعية، هذا غير مثال على سبيل المثال، الشيخ بالعورة غني عن التعريف معروف، ولكن احنا نطلبوا من هذا المنبر اللي منبر قناة بن عبد القادر عبد القادر وباسم الضيوف اللي حاضرين معنا، شيوخ لازم يتجمعوا في جمعيات من الشعراء والمغنيين الاغنيه البدويه والشعر الملحون حتى المغنيين الاخرين، يعني يجمعوا يديروا جمعيات ويتصلوا بالوزاره ويتصلوا بمديريات الثقافه على مستوى الوطن. هذا نداء من قناه بن عبد القادر عبد القادر باسم الشيوخ اللي حاضرين معنا، من الشيخ كبير شيخنا الفاضل نتحول الى القندوز اللي هو الشيخ العيد. الشيخ العيد السلام عليكم. السلام ورحمه الله. واش راك لاباس شيخ؟ لاباس غايه الحمد لله. اش تقولنا على الشيخ تاعك؟ الشيخ محمد بن عورة الشقري من احسن الشيوخ. كل مره تقولها. من احسن الشيوخ. تفضل هانيك منيك. وهو اللي تعلمت عليه الكلام، لو ما هو انا ما نكونش في هذا يعني في هذا الباب تاع الشعر الملحون. سمعت له اول قصيده ما الاب تاعي راح يسوق للسوق وجاب واحد الشريط نتاع الشيخ محمد بن عمرو. لك حل، لك حل، ملوك لك حل. سمعت هذيك القصيده تاعو يقول فيها نبدا بسم الجبار الوحيد القهار، سبحان عالم الاسرار مخفاته خافيه، انثني بالصلاة لا امام الفضاله، خاتم الرساله خاتم الانبياء، ارضوا على الابرار بو بكر وعمر عثمان وعلي حيدر والستة الباقية، بعد صلاة المختار اسمعوا لي يا حضار، وعلى ليلة الأقبر معظمها عالية، أنا ضعيف في الحالة مضيع في الصالة، نعرف كل مسالة ونفسي لعبت بيا، أنهار يوفى أجلي سمعوك يسرالي، الأحباب ثم قبالي والشمعة مقدية، في عشايا مفتونين والطلبة مجموعين، يرتلوا في المبين ويفصلوا في الآية، أنا بوذني نسمع وبقلبي نتخشع، ما صرت باه نجمع ما ساعدوني عظايا، ضري جاهم صعيب ما جاهم للتقليب، منفعني طالب وطبيب ما عرفوش دوايا، يمرار عليا القوت ما صابش منين يفوت، جاني ملك الموت وتلمس رجليا، مع أنها أنا ياك جبت القصيدة وخفت من الموت كتبتها لك انت، قلت به كي تجيلها غير انت تموت وحدك، انا خاطيني وشي عبد القادر انت ثاني شاف ما قعد منك، ولكن قاعد نموت على كل حال. هذه غير راني ننبه في القندوز، وسي القندوز يحفظ لي الكلام على كل حال، ولا اسمح لي سي العيد، وهذه القصيده نرحموا الى مولاها اللي مات. الله يرحمه ويسعده. الله يرحمه برحمه الله الواسع. هذه مولاها قديم قايلها في 1732. 1732 اسمه الشيخ؟ هذا اسمه كلي مجهول، هو يكون من جهه معسكر، يقولوا واحد الناس مانيش عارف يقولوا اسمه بالبشير هكا، وكتبها نديروا بحث عليها ونديروا عليها بحث، وهذه كتبها لي واحد الشيخ يقول له يحيى المهاجي راه مات في هذا الله يرحمه برحمه الله الواسعه، كتبها لي مسكين، وانا كي كتبها لي تعبت ليها وسجلتها واستفادوا منها الناس والحمد لله. بارك الله فيك. من بينهم من بينهم القندوز. من بينهم هذا القندوز، ولكن القصيده هذه كاع يكملها لك والله يعطي لك. الشيخ انا غادي نطرقوا للشيخ. هو. طويله. هي طويله نطلب من كافه الشيوخ والشعراء حتى يخلفوا لنا القناديز ويقعد بعض الحصص مع الشيخ بن هيبه وهاري والشيخ العجال ودي البغدادي والشيخ عبد الله قعيش والشيخ محمد والشيخ عيد الشيوخ. راني الشيوخ هذو اسمح لي شيخ وين قالوا لي ما كاش الكسبان وما كاش هذه الاغنيه تواصل. احنا الحمد لله نطلب من الشعراء هذو الكبار انت بالعوره انت الشعراء اللي يسمعوا فيها ويشاهدوا في القناه يعني يخلفوا لنا قناديل القندوس اللي هو يخلف الشيخ يا كيما الشيخ. شوف سي عبد الغادي هذا سي الشباب هذا الايد ملوك هذا هاش هو راه مسكين غير داير هذا الامام هو راه شباب راه غير صغير راه غير كما سي محمد. وشوف
عنده الشيء اللي عطاه رب العالمين الحظ يحفظ. والانسان اللي نقولوا حنا يحفظ ولا يمثل ما كانش كما كلام الله. على كل حال من كلام الله هو روح للمهمه. الانسان اللي يحفظ الحكمه ويحفظ الشيء اللي يكون فيه الاصلاح للناس تقريبا رب العالمين يرضى عليه ان شاء الله. هذا الشباب راه بالك تبع واحد الزوج ملايين شباب يتبعوه وعنده واحد الموهبه. انا من اول مره شفته أنا شفته. نعم اعجبني ومبارك الله فيه. اول مره وانسان محسن محسن وما يحفظش الكلام اللي غلط الناس الطريق 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 يعني يحفظ الكلام منبه يحفظ الكلام اللي يعني يدي الشبيبه لطريق الخير. وحنا رانا ان شاء الله برب العالمين نطلبوا له الحظ وان شاء الله راه يربح في المستقبل. وهو راه جاي للدنيا وحنا كلي رانا دروك رانا من جد رانا دخلنا في الستينات الحمد لله. يا رانا نقولوا بالرسول عليه الصلاه والسلام يقول من 60 ل 70 الا قليل من امه محمد رسول الله. وقال الرسول عليه الصلاه والسلام يقول تبارك الله في شاب اذا تشبه بشايب ولا بركه في شايب اذا تشبه بشباب. راها ماشي مليحه. على كل حال ما اداء حاجه برك الانسان اللي كيما راه نقولوا احنا سي عبد القادر هذا. شوف انت كاع من بين الامور اللي هذه يعني تاع الفن هذه وراها كل الناس كل واحد راه الذكور. انت خيرت واحد القناة اللي تغرس فيها ان شاء الله التفاح اللي تغرس فيها التفاح ان شاء الله حتى في الصباح في الصباح ينبت فيه التفاح يسمعوه الناس الملاح لانه راك نجم راك نجم تاع موعظة. وهذه القناة مبروكة راها تربح ان شاء الله. عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهدة من هذا الكلام الطيب مع شاعرنا الكبير العورة نتحول الى قصاب الشيخ اللي هو بن عناد. تفضل الشيخ بن عناد يعطيها الميكرو. تفضل الشيخ بن عناد يعطينا يعني وين تبدا الغناء وين تبدا القصبه والشيخ اذا جاء عليه ولا ما جاش عليه ولا. تفضل الشيخ. فاذا انا ملي دخلت للشيخه ب 92 وكنت نخدم مع الشيوخه كما نقولوا الرايمه كنت نخدم مع مدح متحراني عندي بالك واحد 12 سنه ملي دخلت مدادها. وبخصوص مع الشيخ بالعوره مع ابراهيم مع بعوره اسماعيل الشيخ الميلو فيالاري اذا مده راني في واحد 12 عام ملي دخلت مدادها. بكري كنت نخدم قصبه طويله مع الشيوخ كما محمد المرمري مازال قائد الحياه الله يطول في عمره ان شاء الله. ايوا كسموه بزاف شيوخ بزاف مامو اللي راه قصبت مع رقصت مع ولاد صابر مع الشيخ جيلال مع الشيخ جيلال صابر شريف مع جيلال مامو تاعنا هنايا مامو معاه. يعني هذو يغنوا الراي بالقصبة ولكن تقريبا عندهم واحد الكلام عفيف يعني مش نقولوا مباح مش مباح لا عندهم واحد الكلام كلي عفيف وتبغيه من الناس. واحد الشيخ جيلالي تيرتي الشيخ جلالي تيرتي هو بن عنان راه صاحبه راه يعرفه هو يغني قصبادي والراي وصوالح صح يتنبه للكلام المليح وانسان كريم وطاي والديه. هذا هو الشيخ جلالي تيرتي تيرتي هو النجم نتاع تيرت في اغنيه الراي ولكن دار لها واحد الطريقه طريقه مليحه ان شاء الله وسلكت فيها الناس على خير. محمد المصور باسم هذا الشيوخ اللي حاضر معنا وباسم الساده اللي حاضر معنا المنزل رانا نطلبوا ان شاء الله ان شاء الله الشيخ الجلالي التياتي باش يهاتف لنا ان شاء الله ونوصلوه ان شاء الله بحول الله. باسم الشيخ محمد بالعوره السكري يعني نقولوا بلي ولد بلادك وباسم الشيخ العيد والشيخ بلالي والشيخ اللي حاضرين نطلبوا باسم الشيخ الجلالي التياتي باش يهتف لنا بالقناه كما هتف لنا الشيخ بالعوره. علاه سي عبد القادر حاجه تكون في علمك على رانا بغينا هذا الشيخ جلالي التياتي أول واحد على مستوى 48 ولاية على مستوى الوطن على مستوى الوطن الجزائري ولا يجبد على ذاك الغنى يجبد 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 حتى صبناه يأذن في الأذان الأول نتاع نهار الجمعة ما شاء الله. شوف شوف ذيك الحية كي دايرة ما شاء الله. واه نعم مضرب مثل الأرابي حتى تحدثت عليه الناس في المروك أنا ستهم يهضروا عليه في ذي بغيناه احنا الشيخ جلالي بغينا ندعوه ان شاء الله يجي لهذه القناه المباركه ويدير حاجه مع كاس. نوصلوا الشيخ مرحبا بك الشيخ الجلالي مرحبا بك في مدينه عين تلمس عند الشيخ عبد القادر والشيخ التواتي الشاعر
نبغي نوصلوك شيخ باسم هذه السادة. تفضل الشيخ كمل اللي كنت مغني مع الشيوخة الراي. المهم قلت لك مدة راني في واحد 12 سنة من اللي دخلت مدحالة مع مشيخة. دت مع إبراهيم الله يرحمه واحد محمد جميل الشيخ الميلوت فيالاري محمد سوقري نقول التحية محمد سوقري اسماعيل تاع سعيدة الشيخ اسماعيل واه الشيخ اسماعيل يعني فكاهي تقدر تقول باللي فكاهي وشاعر واه شاعر شاعر الله يجعل بيطول في عمره ان شاء الله شيخ قديم وشيخ قديم وعنده الحكمة الشيخ قديم يتكلم بالحكمة وال الشيخ اللي تعلموه عندهم حكمة اللي يعلموه نهار الاول عندهم حكمة هو متكون متكون نتكلم عن الشيخ اسماعيل انت اخذت معاه يعني عنده واحد الحكمة والله الا حكمة ربانية ما شاء الله اللي يبدا يدور في الحلقة واش تقول يدير الشيخ هكاك اش تراك يدير معاه والله يزعق من الناس تبغيه الناس هو نعم نعم ولا كل حال القصيدة نتاعو اللي نبغي تاع الوالدين تاع وين قال له ذاك اللي راح جاب ألمانية نعم جاب ألمانية نعم أيا وعلمها الصلاة وعلمها الزكاة وعلمها الشهادة وعلمها والصح كي وصلوا باش الشهر تاع رمضان كي لحقوا لي شهر تاع رمضان قلت له هذا الشهر ما نتفاهموش عليه أيام ما لا راح للإمام قال له سيد الإمام هذا الألمانية راني جبتها راني نعلمها الصلاة ونعلمها الزكاة ونعلمها المفردات الدينية وشهر رمضان والنافلة وكذا كي لحقت عند رمضان رفضتو قلت له لا مش داكور وياك بدات الكابا وبقات تروح قال لها لا نفوتو عند الإمام وش يقول لنا كي دخلوا عند الإمام شاف ذيك الألمانية ما معناها قال لي مرة الألمانية جاية وصاب قاع واحد النظرة واحد آخر أودي قال له يا سيد قال له غير خليها ما تسمى والو قال له رمضان يجي ويروح في الساعة اللي راحت ما تصيبهاش ما قال له فيك الموعظة تاع الشيخ اسماعيل الله يجعل بيطول في عمره امين اسماعيل وين نوصلوا ان شاء الله نوصلوا الشيخ اسماعيل الشيخ بن ستيف يعني ما هو المميزات اللي كنت في الراي ورب المدائح الدنيا الشيخ المتخير من الطريق الاخرى توصلك واحد شي سوالة واه انا لك واحد ما نعاتبوهمش ولا انا اللي نعاتبوهم لا واه لا كل واحد وطريقته واه كل واحد وطريقته واه ما نقولوش كاع ما نقولوش كاع ولكن الشيخ راك صبت روحك مع الشيوخ لا الحمد لله الشيخ بن عورة لا الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين كلمة أخيرة شنو تقول للشيخ؟ شنو تقول نعرف القصبة؟ يا خويا القصبة أنا قصبة المدح في الحق خير من الطريق اللي كنت فيها في الحق كان يعني قد مدت في 12 سنة قلت لك راني مع المدات حالي الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب وصل الحمد لله يا رب نتمنى لك ان شاء الله الخير والبركه امين يا رب وبفضل الشيخ العوره والشيخ العيد آمين. يعني والشيوخ اللي يسمعونا في هذه القناه نتمنى لهم الشيخ بأناني باش ربي ان شاء الله يطول في عمره آمين. ويعني ويسير له في المواضيع كل حاجه راهي مضيقك ان شاء الله امين الشي عبد القادر غير واحد الكلمه نختصرها لك تفضل وراك متوفق ان شاء الله ان شاء الله يا رب كي كنا نهضروا قلنا الشيخ محمد تخرج من الحان وشباب في 1989 88 وحصل على جائزه من الفرقه نتاعو وصل للنهائي نعم وصل للنهائي ودار رتبه من الاولويين من بعد في 1994 جات الموهبه نتاع الشعر اول قصيده اللي سجلتها انا في الجزائر حشمتك بالله مني يا طاير يزرق الجنحين يا عارف لوكار وحشمتك تروح شور الجزائر وحوزي كتلو ما تنسى الاصحار وكم من ولايات عندي ما نذكر ويظهر لي تندوف نمشي شو نهار واذا شفتو يعجبك ذاك الاسكر اسلحه منو اتبري الاضرار ما نبطاش ثم نولي داير ونصل شق العباد نكسب الاخبار تكلي الاله من ثم مبكر ونتفكر بطريق مقصودي بشار العين الصفرة والنقامة يا الزاير وصحتنا من شوها ازلي بار وفي مشرية أتفرح نستخبر ونبحث التاريخ ساداتي الأبرار نمشي عقب الليل من ثم مبكر ونخلق ذيك السحول مع القرار هذه قصيدة تمشي إلا دروك راها 58 ولاية بلاك على الأقل تكون كي جيت باش نفوت هذه 48 ولاية هذه بقيت نسجلها هدفوا هذه الولايات
هلا هذا الحوالي ما نقدر ما يجيش عليا حنا نعرف حنا غير هنا هاي الحاج انا نقول هذا تاع المدوي تاع بكري حيا ودرك هذه الشبيبه اهدر شو الفرق ما بين الغناء تاع بكري تاعكم تاع اللي كان بكري البدو هذا وكاع وتاع دروك الراي تاع الشبيبه تاع دروك تاع البدو تاع بكري خير تاع بكري خير في واش خير خاطر يهضروا بالمعنى لا لا يهضروا بالمعنى تاع بكري يهضروا بالمعنى اللي يفهم واللي ما يفهمش ما يفهمش يغني ويعاير ولا يسموه يكون مع ابوه ولا اخوه ولا عموه ما يفهمش هكا هكا شي على الحاج احمد شي كيما هكا هكا وتعذروك وتعذروك يطلق هكا تبان الهضره تاعو تبان الطيح تاعو طيح تاع بكري لا يهضروا بالمعنى غنى شو الفرق بين غنى تاع بكري تاعكم تاع البدو تاع بكري اللي كان اصيل وكان الاخر وغنى تاع دروك راه دروك تاع بكري احنا تاع الوالدين وتاع الجدود كنا نصدوا البدوي وكنت تقدر تصمد انت وباباك ولا انت والعائله وتوعد انت والعائله كاع ما كان والو اللي يثمي يثمي قبل وضربوا كل ما تنجمش تقعد صح صح الفرق بيناتهم سيادي كثر تخمامي راني مبات سهران ونبكي على الوقت شيانو ما بقات بنا ونبكي على مجتمعنا مهموم حيران وجميع من تسقسيه يقول لك خويا غرقنا وبسبب هاد الازمه كل الشعب زعفان وهذاك بطل والاخر تخصو السكنة وطول النهار طول النهار الشباب مكالي الحيطان تبعها قبل هضره قبل يا طول النهار الشباب مكالي الحيطان والخير ياسر والشعب كلاتو الغبينه نعم يا ولي تسيبو يخدم قلبو معمر ملان ويقول لك يا خويا والله ما لحقنا يا هو ما لحقش روحي حتى به نكسي الصبيان ويبكي ويشكي ويقول لك الغلا قهرنا وإذا تسال التاجر تلقاه لبت زعفان وبيع الكريدي يا خويا منو شبعنا ياهو حتى البي حابس ما يمشيش عيان يا حتى البي حابس ما يمشيش الشعب عيان يا والقانون صعب والضرائب حطمونا
يا وش يقول البطل هنا بصوت غضبان والعيشة مرارت من هذه الدنيا كرهنا وكيفاش وطني غاني وانا مبات جيعان وحيين وحنا مدفونين بلاد فينا يا والفقر صعب واستعد منه العدنان وثلث مرات استعد منه بينا يا هو يا الملك الحي العالي الرحمن ويالله بعد علينا هاد الكورونا يا وسؤال يبقى مطروح هنا لكل انسان وما هو السبب اللي كي هكذا اصبحنا يا وبنفوسنا غيرنا خلفنا القران وربي انذرنا كم من مره وما رجعنا يا والفساد عام علينا وكلانا الطوفان والحرثنا حرث والغله ما رفدنا اهو يا بنادم عجل بالتوبة الغفلان ويكفيك من المعاصي هذا طريق شينا يا ورجوع لطريق الله بها الحياة تزيان والعيشة تجيك بلينا والآخرة الجنة يا هو الرجوع لطريق الله بها الحياة تزيان يا والعيشة تجيك بلينا والآخرة الجنة يا هو نبغي ولاد الحرمة متأصلين سادات يا وسيادي العلماء والطلبة جماعتي يا هوكي عز دين سيع قادر وقنادي زنجوم وضواءت يا وفي الآخرة والدنيا هادو رفاقتي يا وسلمت لأهل النوبة فهمي الأبيات وصلاح وغواث وأولية محبتي يا ومدح جلول الغالي زين المقامات أويح من يستهزى وتكويه شمعتي هاد القصيدة الله يرحمك الشيخ إبراهيم التخمرتي والله يرحمك يا شيخ احمد المزوني والله يرحم كاع الشعراء والشيوخ اللي دام تراب الله يرحم الوالدين وراها مهديه الناس تيارت ومهديه لقريه عين تونين وناس سيدي عليه كسان ويحيى وغاشي سيدي الخضر وناس مستغالين ويحيى وناس مجاهر خمس خماس ويحيى وغاشي عين تدلس وناس الغربه اللي راهم في فرنسا ويحيى المدير تاع فرنسا شكرا شكرا عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهده أوشكت هذه القصة على نهايتها الآن نستمع إلى أستاذنا الكريم اللي هو الشيخ محمد بالعورة في القصيدة التالية تفضل شيخ على كل حال سي عبد القادر احنا نتمنى إن شاء الله من المزيد لهذا القناة المبروكة هذه واللي مرانا في هذا الموقع إن شاء الله نكون فدنا إن شاء الله الجمهور الكريم اللي يسمعونا ان شاء الله راهم يتبعوا في هذه القناه وشي عبد القادر بن عبد القادر لانه الشيباني بن عبد القادر الشاعر الكبير الحاج التواتي هنا في مدينه مسقليم كان يبغينا مسكين وكان ينبهنا على واحد الصوالح لانه عنده تجربه احنا في الميدان الفني هذا عمرنا ما تكبرناش على الصوالح هذه نسقسوا عليها باه نستفادوا نسقسوا نتعذبوا نقراوا من بعد الناس تستفاد منا ثاني احنا نؤذوا نعلموا الناس ان شاء الله خاطر سير شارب خيرة سي شارب خيرة الله يرحمه هو الشاعر الكبير نتاع محمد ولد الأربي الماشي الله يرحمه يقول أي تبسر جمال والحزام الترخاء العود بقى بيا قطع كم من فرسخ وطريق طويلة قطعت كم من ملخال جاري فيها أي وقلبه متفسخ نمشي في طريقي لقيت المشيخة حفي أنا مغبون في الباس مسخ عجوز كبيرة فيدها مطرك كالخاو تعثر نوبة مين نوبة ترضخ سقسيتها وقلت لها وش تبيك يا سهم النبخة اسمك في الكتب مرسوم متورخ رخص شانك باقوك للجايح برخاو استبخر بيك شيخ حواسم شيخ ما هم ربي ما عرف للكرمس خاو خاوي ما في فايدة راس بلا مخ عيني نبلا شوف وذن بلا سمخة وفمه بلا جواب عند الناس مرخ شيخ بلا شيخ مظهر بين الشيوخ بلا خمار الخمير عمره ما ينبخ شوف الشعراء وش ينبهوا خاطر الانسان اللي ما يتعلمش من شيوخ خدم وليس يكون شيخ ابدا سي عبد القادر انا نبغي مو بزاف الله يرحمها الله يوسع عليها في ديك الرقده كي ماتت جبت لي واحد القصيده وقصيده طويله طويله جدا ولكن نختصر لك منها غير واحد الابيات مفيدين تفضل شيخ انعم البارح عيد الام الشيخ انعم
واه بهذا اسمح لي قبل ما تقول القصيده، يعني كاين واحد الوليه واحد المراه اي كاين بيتنا من التمسان شيخ، قالت لي ربي ملي يكون عندك الشيوخ حاضرين قولهم يدعوا للكبار باش يساعدوا الصغار، يعني هذا اللي زوجها يا سمعت حكايات لي قالت لي ربي ملي عندك الشيوخ قول هذه زوج تهم تعب على والدي وكاع بعد والدي ما طلعوش فيه كاع شيخ قولها كلمه واه اللي تحب القناه ودائما تبع القناه هذه امراه على كل حال من تلمسان انا نظن ادبالي تكون امراه مثقفه الله يبارك لا ما كانش تقرا وصالح راه مسقسيه الامور الرسول عليه الصلاه والسلام ولا ينطق على الهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الاباء في اخر الزمان طيعوا ابناءكم قبل ما تاكلهم النار ها شو الاباء يطيعوا الاولاد نعم الاباء طيعوا الابناء احنا ما نقولوش دائما غير الشباب يطيعوا والديكم ما الشباب يطيعوا والديكم انا راني ندير قصيده ان شاء الله في واحد الايام راهم جايين بالك ان شاء الله نبثها في القناه المبروكه هذه وراها وعد مني ان شاء الله يا رب شوف راها وعد مني نبثها انا عندك وتروح ان شاء الله تروح ان شاء الله ركومه رب للعالم بربي ان شاء الله تقريبا هذا الشباب اللي حرقوا راني انا ضد نتاعهم انا راني ضدهم انا عندي ربع نتاع اولادي درت لهم درس باش يروحوا ودرت لهم درس قال لي يا بابا انا نعطوك اهد ما نحرقوش قالوا لي يا بابا كي ما نحرقوش لا قلت لهم يا ولادي انتم راكم في بلادكم هنا بالجزائر كي تلقى لحقك مش عيب راكم تشوفوا بالحراك السلمي هذا اللي هم دايرينه سلمي يلقى لحقه ما ولا ظالم لا والو ما يخسر ما يضرب واحد محترم الشرطي محترم الاعلام هذا ومحترم الاداره الجزائريه ومحترم نفسه راه يلقى لحقه امام العالم اللي يصط فيه مجهودي نعطي له حقه انت يا منين تهرب تروح كانت الثوره نتاع فرنسا هنا بالجزائر يا سي عبد القادر والنهار اللي ضرب سوسل فيه قال باللي فرنسا تروح لبلادها واحد الوال ادنى صغير حنايا تعلق بالحكم الفرنسي قال كي رحت فرنسا قال ما نقعدش في الجزائر لازم لي نروح راح معاهم كي وصل تما ولا يتمسخروا به ولا يديروا في واحد القفص تما ويدخلوا عليه واحد الوال تما كيف تسموه انتم بغباغ ولا بغبغان ولا بيروكي ولا ما شابه يهضر ولا يضربوا كما كيضربوا يطير منه الريش كما هكا واحد النهار كراه منه وجا قطع قطع البحر وجا منا على بلديه سيدي الاخضر يا سي العيد واش هو اللي يقول ذاك الوال ولا يقول وطني ولا رقد قطني شوف شنو راه يقول ذاك الوال قال له وطني ولا رقد قطني انا نقولوا كما نقولوا هذ الشباب اللي راهم يحرقوا ويروحوا انا هنا في القناه مبروك هذه راني غادي نعطوهم نداء ان شاء الله ما تخليش الساحه نتاعك وتهرب تخليها فرجه للشيطان المضعوف وتخليها للي ما يحبش البلاد وتخلي الساحه نتاعك العائله نتاعك خاويه مويم تكرهها تبكي من هيه بويك يبكي من هيه وخيك يبكي منه والوطن نتاعك يبكي عليك وتروح تقطع لفرنسا كي دير الله يرفع خارج اذا عندك النيف ما تستفادهاش وقعد في بلادك ويجيب لك ربي الخير ونقارب اللي راه يروح للخارج ويصد الجزائر يعطيها حق ما داموا فيها ما يعطيهاش حق احنا نقولوا هذا الوطن ربي يسلكه الخير ان شاء الله في الايام ان شاء الله القادمه نسمعوا هذه القصيده نتاع الحراقه ان شاء الله يا حراق لمن رايح واش من دوله اللي تحميك راها ان شاء الله هذا هو العنوان نتاع القصيده برب العالمين بغيت نسمعكم واحد الربع ابيات الام الله يرحمها قلنا المراه ديك عطيها صح يفوتني فاتني هذا المراه قلت لك شوف بسبتها هي راني هدرت هذه الهضره حنايا نقول لها بارك الله فيك يعني هي تطلب من هذا الشيوخ اللي يجوا لهذا المكان هذه قالت لك الزوج تاعي قالت لك ايه قال لي وجهت والدي نعم بعد والدي داروا عليه ما نعم حنايا حنا نطلبوا رب العالمين ان شاء الله حنا ربي يهدينا وربي ان شاء الله يهدي وليداتنا امين وربي ان شاء الله يهدي الاسره الجزائريه ان شاء الله
هنا يقول واحد السيد بالحرش هذا الله يرحمه شاعر الله يرحمه سلام يقول اللي ما اللي ما اللي ما فهمك هناك علاش تبقى معاه وتصمات الخلطه كتقل حسان وسلطان الغابه مي يدير في العشاه ما ياكلها لو كان يبقى جيان والنفخه خير من الطعام والذله واللي ما شرب قدره سائنهان هو شوف اي انسان من الولد ولا من المراه ولا البنت ولا اي واحد اللي حوس على قدره يكون آلي عند ربي وعند العباد لازم هو يتعب يدير القدر الروح قبل ما يعطوه للناس هذا الاولاد يقدروا رواحهم يقدرهم الوالدين الوالدين ثاني شوي يقدروا رواحهم يقدروا وليداتهم نقولوا احنا ما يلضوش على الوليدات والشبيبه والامور وراها وصايا هذه راها وصايا من ساعة الانبياء عليهم السلام قال لا تجبد ولدك على الزمان اللي فيه خليه يدور دوره في الجيل انت اوبه يعرف اللعب كي راه داير ما تجبدش ما تقدرش ولدك تقول له ما تروحش منه ما تروحش منه طلب له اطلب له غير العافيه والستر وكاينه حاجه نقولها لك السي عبد القادر باش تسمع معنا هذا الزوجه الكريمه قال الشارع والاصل مضادين الشارع والاصل مضادين ما دام هم مضادين وراحين قدام وهو الاصل يتقلب الشارع الشارع راه مش لينا دروك راه في الاعلام تاع الدنيا راك تشوف راه مش لينا بصح الاصل اصلنا والرجوع للاصل فضيله صدق الله العظيم هذا غادي تكفينا برك ايوا نتمنى لك الخير يا سي عبد القادر وراك في المستوى ما عندنا ما نقولوا لك ان شاء الله ومهما تتعلم وزيد تتعلم انا ما نبقيش خير تقول انا راني تعلمت ولا انا عندي راك مازال تتعلم وتعلم ان شاء الله وحنا راك قلت الشيخ محمد وكذا صالح مازالوا الشيخ محمد راه يتعلم ونتعلم ان شاء الله هو راه معنا هذا القناديز وهذا السيد ايدو بن عنان راه معنا واحد المتبع للمشايخ سي محمد هذا اصله شاوي من مدينه السور وهذا من بن سيد الناصر محمد هذو هذو ماهمش شيوخ ولكن متبئين متبئين هذا سي محمد شاوي هذا راك تشوفيه هذاك تشوفي ذاك الراس انت تقول مع الدول وكل المشايخ اللي فوق الارض في راسه وعنده واحد الوليدات سي ابد ورابح الله يحفظهم وليداتنا احنا ثاني سي بؤلام وسي كارب عبد الكريم سي الناصر ثاني نطلبوا لهم ربي ان شاء الله يكون معاهم وسي محمد اسمي راه صغير راه يكبر على طاعه ربي يكبر على طاعه ربي ورسول الله سي محمد قلت له تعلم قل الاخلاق الزينه ونشري لك يا يوتا اوتا اوتا وانا سي عبد القادر نحب نشكر الناس عاونوني منهم العربي البوس ديسكوتاك هذا في سيدي علي كسان عاوني بزاف ما كي بديت ولا يسجل القصائد ولا يعاوني باش اللي يطيق عليه نشكر هذا العربي البوس ونشكر سيد احمد بن كروف تاع وعادي بلادي هذا ثاني عاوني الله يكثر خيره وكاين الاخ ثاني النسلي رشيد مدعو رشيد رستم عاوني وبارك الله فيه والله يكثر خيره ونتمنوا من الاعلام ثاني يدعمونا ويعاونونا هذه هي وانتم الله يكثر خيركم على هذا الدعم تاع الشعاره وتحيوف التراث الله يبارك فيكم والله يحفظكم وراكم استاذه الشيخ محمد يعني من كبار الشيوخ نتاع يعني الان من كبار الشيوخ نتاع الشعر كاين واحد راهم كاينين واحد ثلاثة فوايد راهم يتباعوا اللي يكسب بالذهب ما يشريهم واللي يكسب بالبحور ويكسب كاع الارض اللي على سطح اللي خلقها ربي ما يشريهمش رانا ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله نبثوهم الشبيبه باه نعطوهم لهم ان شاء الله يدوهم غير من عندنا باطل باه يستفادوا الدنيا والاخره في واحد الايام ان شاء الله وبالك تكون في هذه القناه المبروكه اذا ربي كتب ان شاء الله ورانا ان شاء الله باه نتصل بواحد المخرج يكون زين واحد يعملنا السيناريو هو محمد بالاوراق ونكتبوا عليه ان شاء الله واحد الملخص يكون فيه ثلاثه ولا اربعه نتاع الحلقات مفيد جدا وران ان شاء الله يكون هو الشجرة اللي نظلوا تحتها في الدنيا قدوة امام الله ان شاء الله يعاونونا العلماء اللي يعرفوا كلام الله ورانا احنا رانا غير اميين غير من خلال التجربه رانا نهضروا يسمحوا لنا في كاش حاجه رانا غلطنا فيها يسمحوا لنا نهضروا على حساب النيه نتاعنا قال خذوا الحكمه من افواه المجانين وانت سي عبد القادر راك مبروك الله يبارك فيك وراكم مبروك احنا رانا نمشوا البر ورانا مسافرين وطاهرين نطلبوا في ربي ويحفظ كاع وليدات المخلوقات ولكن ان شاء الله تنجح في هذا المنبر هذا بربي ان شاء الله ان شاء الله بحول الله
وهذا سي هذا سي محمد قنونه سي محمد قنونه محمد قنونه سي محمد هو راه لا هو راه انسان مصور مصور هيا شوف سي محمد على حسن ما راني نشوف انا راه يكون متمكن ان شاء الله لا راه متمكن ومتكون راه متكون وراه عنده اخلاق الله يبارك وجه حسين ورانا نطلبوا له رب العالمين الله يسلكم الناس اللي يسلكم وربي ان شاء الله يعطي يدير له واحد المستقبل هو وليدات المخلوقات ويلا والله يجعلهم الشبيبه اللي يبقيهم رب العالمين ويكونوا من اهل الفردوس ان شاء الله يكونوا من اهل الفردوس ان شاء الله الشيخ البنت على الساعه مجموعه الحاضره ان شاء الله هذه البنت شوف يعني نطلبوا رب العالمين هذه البنت ان شاء الله عندها واحد المستقبل انت خير انت حلال نطلبوا لها رب العالمين واحد راهو احنا رانا عطينا لها واحد البرنوس ان شاء الله نتاع الستر باش نديروا على كتافها ان شاء الله والى الامام بربي ان شاء الله وحنا غير سبه قال لك الوالدين هم اللي سقموا الوالدين هم اللي سقموا وحنا غير سبه احنا ثاني نطلبوا ربي لوليداتنا ولبناتنا ولعائلتنا وللأسرة الجزائرية الله يهدينا إن شاء الله لطريق الخير والله يكاكينا بأيوبنا وبنادم رقم سمعته في ذيك القصة اللي هذيك الأغنية اللي دارها الشيخ محمد هذا اللي أمامكم أنت أبديت باسم الجبار الوحيد القهار سبحان ألم الأسرار مخفة وخافية هذه غادي نخدموا بها الحصص هذه إن شاء الله بالقدرة نتاع رب العالمين ورانا قاعدين عن قريب إن شاء الله نخدموا بها الحصة هذه وتولي مريقلة إن شاء الله إن شاء الله بقدرة رب العالمين سيدتي أوليسي سادتي هذه الحصة على نهايتها ونشكر السادة الحاضرين معنا وهذه الوجوه اللي حضروا معنا لهذه الحصة وعلى رأسهم الشيخ محمد بلعور وجه شكري لمشاهدي هذه القناة أي قناة عبد القادر عبد القادر كذلك أوجه شكري للشيخ الجيلاني البشير المسؤول قناة بفرنسا نوجه الشكر إن شاء الله على المجهودة الجبارة اللي قوم فيها ندعوه إن شاء الله للمزيد من التطور والازدهار كذلك نوجه شكري للسيد اللي هو مهرز عبد القادر الحاج مهرز عبد القادر اللي هو مريض ان شاء الله طلبوا له الشفاء الله يشافيه هذا دائما يكلمنا دائما وكذلك اوجه شكري لكل متابع هذه القناه من المشاهدين كذلك اللي كتبوا لنا على التعاليق بارك الله فيكم واللي كلمونا بالهاتف بارك الله فيكم الكلمه الاخيره يؤديها الاخ بالعوره بقصيده لنختم حوش شويه حوش هذه الدته ان شاء الله ودمتم في رعاية الله وحفظه وانتقوكم مع الشعر الكريم أكيد شو دي الله ابديت باسم الجبار الوحيد القهار سبحان عالم الأسرار مخفات وخافية الثاني بالصلاة على إمام الفضلاء صاحب الرسالة خاتم الأنبياء الجبار الوحيد القهار سبحان عالم الأسرار مخفاته خافية الثاني بالصلاة لإمام الفضلاء صاحب الرسالة خاتم الأنبياء بعد صلاة المختار نسمعكم الخبر على ليلة القبر معظمها عالية أنا ضعيف الحالة مضيع في الصلاة نعرف كل مسالة ونفسي لعبت بيا انحر يوفى عجلي سمحوك يسرالي لحبة بثم قبالي والشمعة مقدية في عشايا مفتولين والطلبة مجدودين يرتلوا في الموبين ويفصلوا في الآية
أنا بوذني نسمع وبقلبي نتخشع ما صبت به الجماع ما ساعدوني عضايا بقلبي نتخشع ما صد به الجمع ما صد به الجمع ما ساعدوني عضايا ضري جاهم صعيب جاهم للتقليب بعني طالب وطبيب ما عرفوا شدوايا يا مرار علي القوت ما صبش منين يفوت جاني مالك الموت وتلمس رجليا ماتوا مثل الخشبة يبسوا مثل القصبة جوارحي زادت عطبة طلعت الركابية نفقي معلم نجار يخدم لا بالتعزار يا الشاقر والمنشار وحدة يدوم رحية طعنت بطني ومشات وعلى قلبي رصات يتهزني بالمرات وعمت لي عيني وعلى قلبي رصات يتهزني بالمرات وعمت لي عيني خرجت روحي وفنات ما ترجع لي هيهات يبقت بيا طمعات في الدنيا الفانية داروني في الحلفة داري من الحلفة ساروني في الخلفة وسادي ولا حلفة سادي ولا حلفة وما نسوى شوقية داروني ثوب جديد جابوه لي من بعيد اخياطة بالتنفيذ السروال والجيلية المحشر وعمامة ودعتهم بسلامة يا اليوم القيامة تبعت والدي داروني على نعشي ومشى معايا الغاشي يقرأوا في القوريشي وتفرقتوا العزايا داولا من الغاشي يتفرقتوا العزايا داروني على نعشي ومشى معايا الغاشي يقراو في القوريشي وتفركتو العزايا قبري صبتو موجود محلول ميشي مسدود داروني بين الحوت وتخلصي فعليا داروني بين حيطان غلقوا علي البيبان ثم زادوا المدران والظلام الليل عليا يظلم علي الليل لا شمعة لا قنديل غير ضوك يا جميل ربي الجود عليا يا ربي جيتك ضيف وانا العبد الضعيف اجعل لي سؤال خفيف وعليك تقولي ورجايا جوني اصحاب سؤاليا وخفضني نقبالي زراويتهم متشالية حربتهم مسخية برعودهم متزقلم يبقي تغير نخمم ما صرت به نتكلم ادخل وغلي ما يا صاحي بارك الله فيكم الله يحفظكم ان شاء الله بارك الله فيكم تاعنا تاع بكري خم نتاعكم ها تاعكم خير نتاعنا تاعكم خير تاعكم نتوما خير اي صح نتوما يهضروا للمعا يهضروا للمعاني راهي تبدو على تاع تزيد المستقبل اي وي وضروك لا ضروك زلاتيسيا كيراتين هذه صوره ماميدو ايوا ماميدو هذا شادغنا شيغنا شيغنا وشيغنا كشاب كشاب عادي شات تطلب للشباب كما تايا مثلا باش اسكو يقولوا يسمعوا الغناء تاع البديو هذو اللي كان بكري يا خويا ولا راي ولا شنو هذا يا خويا هو الغناء هذا اللي مليح تاع البدوي كما الشيخ محمد منا والشيخ ابراهيم الله يرحمه هذا غناهم شباب بصح هذا تاع غناء تاع ماميدو تاع بيلو هذو مسكين برك عيان بزاف بزاف تاعهم خير من تاعنا تاعهم تاعهم خير من تاعنا تطلبوا من الشبيبه يقعدوا في غنيه تاع بدوي احسن حاجه غنى بدوي بصح دوك راه نداثر الشعر والاغاني بدوي راهي نداثر كيفاش نديروا باش نحيوها يا خويا كيفاش نديروا لازم نتحدوا لازم يكون اخوه في هذا الشيء كما لازم علينا نقصوا من هذا الاغاني نخدموا دوك اغنى بدوي
كيجبد واحد واحد يجبد واحد يقول له اسمع بدوي راه يغني ويسمع غناه يتشع هذاك بروحه يجي عنده ولي يسمع مع بوه مع موه ما يخشمش بصح ضربك تاع ما يدو ضربك ما يتكش يسمع مع بوه ولا مع امه يجي في اللوطو ومن يجي في فيلاج يخشم نقص له ما يتكش يخدم الى اخرى واش كيما هضرت كيما قلت لك قول يا سي موفق قول يا سي موفق هاكا قول يا موفق خويا قول لي هذا الكلام تاعكم تاع بكري خير واه كلامكم خير ها اوكي شي تاعكم كلام خير ها شنو كي نغني نكون نغني وحنا يكون معايا مرتي ولا بنتي نكون نغني يغنوا هذا الغناء ما يفهموش ب ايه هذا بالمعنى تاع الحاجه واه بالمعنى بالمعنى وتسمعها تلاقي كي شغل تديها في عقلك ثقافه ثقافه ماشي كيما تاع الشيشي دروك لا تاع الشيشي دروك لا لا تاع الزبرين الزبرك حسن حسنك واه هكا السروال مقطع السروال مقطع السروال مقطع هنا كان ما عندناش السروال مقطع هنا كان ما عندناش نبغيك وتبغيني السروال مقطع هنا كان ما عندناش كان مكاش سروال مقطع ها والو تقرق اليوم المبروك كانوا متدابين وبعد وراهم دروك رسميين ان شاء الله راني تاخرت شويه راني وقت الجمهور ان شاء الله باه نزيد نوظفهم ونطلق بربي ان شاء الله نطلقوا هذا القصيده نتاع الوطنيه وبالك ان شاء الله تكون في القناه هذه ان شاء الله ان شاء الله بالك بالك نفرحك بها ان شاء الله يا ربي وراك وراك ان شاء الله تدي بها جائزه الاميه ونزور صاحبي ان شاء الله يا ربي شوف ونشارك في المسرح المحترف الدولي او من المحلي حتى الولائي حتى الدولي حتى الدولي في مدينه بجايه في قسنطينه شاركت وعندي شهادات وهذه الحلقه دي فيها ثلاثه نتاع الجوائز السمبول الذهبيه الاربع مرات الله يبارك في ربع نتاع الولايات في تيسنسيل وفي المسيله وفي مدينه بلعباس في مدينه مسقاليم داير ربع نتاع السمبول الذهبيات تاع ذهبيه هذا في اطار التمثيل هذا في اطار التمثيل والحكمه والشعر من غير الالحان ومن غير باش الشونسون تاع الصوت للجمهور الكريم ايوا ومتراكم اللوش مو هذه وعمري اللي درت راسي في الماده قلبي في الفن نبغيه كيما نبغي ولادي الفن نبغيه كيما داير واحد كيما ولادي ولا احسن نجم نقيض ولدي وما نقيضش الفن نتاعي الله يبارك فيه ان شاء الله ولاد عاودوا واليوم الشيخ محمد في راني داخل الستينات البطاقه فنان ما عنديش هذه اللي غادي نتكلموا عليها بطاقه فنان راه ما عنديش نروح كاع لند الدوسي نتاعي ونحطه بيدي انا ما نتكل حتى على واحد نحطه في ديك الحامه نتاع الجزائر ايوا نقول لهم باللي هذا الدوسي كاش حاجه تنقص قولوا لي كي صحوا قالوا لي هذا هو الدوسي نتاعك ومن احسن شوف مؤلف عندي كارطه تفضل تاع لوندا ومؤدي تفضل كارطه نتاع مؤدي وبيهم هما ان شاء الله بهذو نجيبوا بطاقه فنان وبالبطاقه فنان نجيبوا نوصل للهدف عندي هدف انا ماشي انا ما نقراش في الصح مسقتي نسي كيما نسي عبد القادر عندي هدف راني رايح ليه اللي قال هدفنا الحق ليه بالبطاقه الفنان لحد الان بطاقه فنان راه عندي ست سنين وانا نروح ونجي نروح بالك خسرت عليها 10 ملايين فايل ما جبتهاش ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدتي اوانسي سددي نعاود الكرام ان مباشره نتكلم مع الاخ الفاضل الا وهو استاذنا الكبير سي عبد القادر بن دعماش سي عبد القادر بن دعماش اللي ادى الاغنيه الشعبيه بامتياز ولديه عده محاضرات وعده قصائد لهذا الاستاذ الكبير اللي هو الان يشرف على الثقافه على مستوى الوطن وين سبق لي وين كلمت الولد نتاعو مرتين يعني ومازال لحد الان مازال ما كاش ليا ليه اتصال مباشره سي عبد القادر استاذي الكريم اطلب منك ومن الله تعالى عز وجل والاخ سي عبد القادر بن دعماش اللي هو مشرف على الفن الجزائري عامه من الصحراوي والشاوي والقبايلي والبدوي يعني الفن جميع ان يلفت الانتباه لهذا الشاعر والممثل والمغني والملحن اللي أدي يعني هذا الفن النبيل باش
كلك الحمد لله يعني تفضل باسم الشيوخ يعني بطاقة بطاقة فنان السيد أخ راه يطلب في بطاقة فنان وإحنا دائما نطلب الوزارة على يا سيد الوزير المحترم باش يعطوا لفتة ولو طيبة للمغنيين اللي أدوا في الأغنية النظيفة في الأغنية اللي تعطي معنى للمواطن الجزائري. بهذه المناسبة أن نتحول إلى القندوز اللي هو الشيخ العيد اللي تحفنا القصيدة الشعرية من كلام الشيخ العيد. تفضل الشيخ. رانا وصلنا رسالة إن شاء الله بإذن الله. صح صح صح. سي عبد القادر بن دعمش يعني راجل إن شاء الله راجل في بلاصتو. سي عبد القادر القصائدي راني كاتبهم بصح ولكن مازال ما حفظتهمش في راسي. غادي نسمع قصيدة للمرحوم الشيخ أحمد المازوني رحمه الله. سيادي كثر تخمامي راني مبات سهران نبكي على الوقت شيان وما بقات بنا نبكي على مجتمعنا مهموم حيران جميع من تسقسي يقول لك خويا غرقنا بسبب هذا الأزمة كل الشعب زعفان هذاك بطل ولا خر تخصو السكنة طول النهار الشباب مكالي الحيطان الخير ياسر والشعب كلاتو الغبينة الخير ياسر والشعب كلاتو الغبينة